كده افتكر ان احنا ظبطنا الباك جراوند. لو جينا عملنا زيرو عشان نشوف شكلها، نلاقيها كده. حلوة الكونكشنز اللي ورا دي. لو رحنا هنا للهاي تك، فرق فظيع بين المنظر الاول ودلوقتي. حاجة بس واحدة في اللايت كونكشن لاين، يمكن عايز اقول له دي لا، تمام؟ يعني بحيث ان انا اخلي الاوبات بتاع اللاين اقل شوية. عايز تغير اللاينز كولر، يفضل، تمام، يفضل علشان تبقى تندمج اكتر مع هنا كده، الدنيا هتبقى اظرف بكتير قوي. عايز اروح هنا وعايز اخلي الفليكسس لاير دي، عايز اخليها اد. تقول لي اد، اقول لك اد دي، تمام، هتسمع. لو انا رحت هنا عملت F4 وقمت عامل كده، المفترض ان هي عمرها ما هتسمع هنا. هي مش هتسمع لان المير فوقها مش تحتها، تمام، فحركه زي اللي هي. على كل كده احنا خلصنا من الباك جراوند. انا شايف ان الفليرز كبيره شويه، افتكر كده اظرف واحلى كتير جدا من الاول. ولو رحنا كده للاخر الدنيا تمام جدا. دي كده خلصنا من الباك جراوند لاير. طب الفور جراوند، فور جراوند هتبقى حاجه بسيطه، هي بليكسس برضو. يعني انا عايز اكد النهارده على بليكسس. هروح لكمبوزيشن، نيو كومبوزيشن، ودي هسميها اف جي اختصار فور جراوند، تمام. وهقوم رايح كنترول واي وهسمي دي بالليكسس، انتر. وبعد كده اقول له تاني ليكسس، انتر. في ثواني بتاع فيديو كوال ده جامد. اد جيومتري، وهقوم قايل له حط لي بريمتر، سيب الكيوب زي ما هو، افتح الكيوب. هنزود شويه، مش هنزود قوي في البوينتس، تمام. الويد بتاع الكيوب تظروفه، تمام. خلي الكيوب ده هنا مثلا، تمام. وبعد كده هروح لاد افكتور، وهروح على طول على، طب انا ايه اللي خلاني اعمل نفسي كده؟ انا هعمل كده، تمام. اسيب زي ما هي، وهروح لاد افكتور، واروح لترانسفورم افكتور. ترانسفورم هو اللي هيعمل لي الشغل اللي حكش اللي انا كنت عامله من شويه ده، تمام. ما عملوش، ايوه هو ده كده. ممكن اروتيت على واي كده، ماشي. بعد كده احط اد ريندر لاينز. بس قبل ما احط الريندر، انا عايز احط الفيكتور تاني اللي هو النويز افكتور، تمام. فافتح النويز افكتور وهكبر الامبليتيود، تمام. المنظر ده كده حلو. نويز ديتيلز برضو كالعادة هيبقى الايفولوشن بتاع النويز تايم في 5، مش عارف ظروف هيبقى عامل ازاي. كويسة، 10 تبقى اقوى. ظريفة، تمام. ارفع الامبليتيود، ارفع الامبليتيود، تمام. لا مش هرفع الامبليتيود، خلي الامبليتيود كده مثلا. وهروح على البريمتيف نفسه،
وهنخلي دي بعد كده هروح للبوينت ريندر. خلاص هروح لاد ريندر وانزل لاينز ريندر بالشكل ده. تعالى اعمل لاينز ده تمام. ده الثيكنس نفس الموضوع انا هعوده هنا بس خلينا ده هيديني بولد في النص كده فكر ده لاين ثيكنس 0.5 جيت كلر فروم فيرتكس كده كده هسيبه زي ما هو. لا سيبه زي ما هو ايه فين الفيرتكس هناخد الكلر بتاع كده هديها لون سياني تمام اللون السياني ده وهحط تاني ادرندر وفيسكس ممكن ترانجليشن حلو ترانجليشن. انزل هنا كده تاني هنا الماكسيمم ديستانس سيرش هنا هقول له انا عايز 4 وعايز الماكسيمم سيرش دي حاجه قليله 30. بص بقى هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي انا عايزه ترانسفورم فين؟ بصوا بقى انا عايز اقول حاجه ترانسفورم ده ترانسفورم ده وراح فين ده اهو انا عايز ترانسفورم ده يجي بعد كل دول قبل الريندر يعني يبقى هو اخر واحد قبل الريندر عشان ترانسفورم ده ينقل البريميتيف بالافكتور البريميتيف بالافكتور خلاص. فانا كل الفكره كمان ان انا عايز اعمل روتيشن روتيشن على واي ممكن على واي كده مش عارف هو على زد لا على اكس افتكر هيبقى على اكس اللي انا عايزه يلف حوالين نفسه ايوه ده تمام. هاجي هنا امشي كده واقوم طالع مثلا الناحيه دي واقوم لفه كده مثلا فيدي افكت اظرف من الظرف افكت ظريف حلو حاجه كده تمام تمام ما افتكرش ان احنا عندنا حاجه تاني كده خلصنا من الفور جراوند. هات بقى الفور جراوند حطها قدام ده كله قدام المير او حتى قدام خليها قدام المير جميل ونضغط تي او خليها زي ما هي. هرجع للفور جراوند هنا تاني وهروح للرندر ده اوباستي اوباستي لا خلي اوباستي مثلا 20 وعايز كمان الاوباستي بتاع اللاين هو اكيد جاي من الفيرتكس بتاع الفيديو لا فاضل البوينتس نفسها اللغات بتاعتها عاليه جيت بس فروم بيرتس لا نخلي البوينتس مثلا ب 20 هيك افتكر كده لو رحنا هنا للهاي تك هنلاقي الدنيا اظرف كتير جدا جدا جدا. هوريكم البريفيو وارجع لكم مره ثانيه نشوف البريفيو بعدين نقول باي باي. ادي مش نفسي اقول باي باي نشوف كده الريفيو بعدين طبعا لو انت بتحب تشتغل بالشيب لايرز بقى تمام ممكن تحط شيبس ورا بحيث تبدا تخش بقى في جو الفيتشرستك والتاتش سكرينز والكلام ده كله. اتمنى تكون الورشه عجبتكم واتمنى يكون النظام الجديد بتاع المحاضرات يعجبكم ويناسب الناس واشوفكم